الفلوس اللي انتوا خدتوها من السفير دي لازم ترجع باي شكل. هترجع ازاي؟ مش عارف. بص ميل كده على حماك يمكن يقدر يتصرف لك في اي فلوس يعني وتحل بيها الموضوع يعني وبعد كده نبقى نسددهم له. ادواردو؟ اه ده كفران هو لا ياكل ده طلياني منظر كده. ماما لما راحت لبابا كان عندها امل بصراحه ان هو اللي يحل الموضوع كله، بس للاسف بقى واضح انه احرجها جامد، ده بقى اللي حرق لها قلبها ومؤثر فيها جدا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مأمون. بقول لك يا ابو زيك، انت عمال تقول لي ميل على حماك ميل على حماك، هو انت حماك ده ايه؟ ما بيتميلش عليه ابدا مع انه رصصهم على قلبه قد كده. لا اله الا الله. انت عاوز ايه دلوقتي يا زينب؟ انت لازم ترجع في البيعه دي يا معتز. ارجع فيها ازاي بس؟ ترجع لهم الفلوس وتقطع العقد. يا معتز انت مش متخيل ماما حالتها النفسيه عامله ازاي، دي ممكن تروح فيها. ده بيتنا يا معتز، بيتنا اللي عشنا وتربينا فيه. يا بنت الناس، هو احنا سيبنا هناك وجينا ليه مصر انا وانتي؟ مش عشان نبيع نصيبي في البيت؟ نبيعه لبابا، بابا كان الاحق انك تبيع له، مش تروح تبيع له الغرب. ما انا من ساعه ما جيت وانا بقول له عمال يلوت فيا ومش راضي يديني عقد نافع. ابوك عايز يشتري نصيبي في البيت ببلاش يا زينب، ويا ريته عايز يدفع كاش، ده عاوز يقسط البلاش كمان. تقوم تروح تبيعه للسفير الامريكي؟ ما كلهم باعوا. انت بتحملين المسؤوليه ليه؟ ما يوسف باع وابوكي نفسه باع. ابويا ما باعش يا معتز. السفير قال لي انه كان متفق معاه. ضحك عليك، ده كلام، مجرد كلام. طب ويوسف مش باعه وقبض؟ يوسف كمان هيرجع في البيعه، هو وعد ماما بده. هو حر بقى يرجع زي ما هو عايز. انا ما اقدرش ارجع في البيعه دي. لو عايزين يشتروا نصيبي يروحوا يشتروا من السفير، وابوك معاه فلوس قد كده يا زينب، خليه يحل كيسه ويطلع اللي تحت البلاطه بقى. ماما ما تستاهلش منك كده يا معتز، دي امك برضو اللي ربيتك. استغفر الله العظيم يا رب. طب وافرض يا ست ان انا عايز ارجع في البيعه دي، هجيب الفلوس دي كلها منين؟ وهو انت وديت الفلوس دي فين يا معتز؟ وديتها فين ايه؟ راحوا لصاحب نصيبهم بقى يا زينب. اشمع اسرائيل أدوناي إلهيم أدوناي إحاد مروخ أدوناي أنفراخ لعلام بدرور أبوناي أدوناي ايه يا زكريا مالك يا ابني؟ شايفك كده مش مبسوط. اصل انا بصراحه قلقان قوي على صحه ماما. والله يا ابني دعيت لها في صلاتي، ان شاء الله الرب هيقويها على المحنه دي اللي هي فيها. راحيل قاعده معاها ما سبتهاش من ساعه ما وصلت. ربنا يخليكوا لينا، ما هو ده برضه العشم، احنا خلاص بقينا اهل. أخوك وأختك خطأوا يا زكريا، كان لازم قبل ما يتصرفوا في نصيبهم في البيت ده كانوا رجعوا لها يأديوها على الأقل خبر. معلش هو ده اللي حصل بقى، عشان كده أنا كنت عايز أفتح مع حضرتك موضوع كده يعني. أؤمرني يا حبيبي، ده أنت ابني وعارف غلاوتك عندي. كنت بقول بس يعني لو حضرتك تتصرف لهم يعني في فلوس، وغير كده انك تكلم يعني سعاده السفير عشان بس يعني نرجع في البيع، وانا عارف ان ليك يعني دلال عليه وهو هيسمع لك. اه يعني انت طالب مني طلبين، عايز الفلوس وعايزني اكلم سعاده السفير. بالظبط كده، متاكد ان ده هيبقى جميل، عمري ما هنسولك طول ما انا عايش. طيب والفلوس اللي عندك والشيكات اللي انت كاتبهم لي مصيرهم ايه؟ يعني ده موضوع وده موضوع تاني خالص. موضوع تاني خالص؟ ازاي يا زكريا ازاي؟ ما انت عليك شيك لازم تأديه في اول الشهر، ده غير الشيك اللي ما سددتيش. ما قلت لي يا اخي ان ابوك حيسدد لك كل حاجه؟ ده ابوك مطنش وعامل نفسه مش من هنا، مستعبط وجايني انا. أنا يا زكريا عشان أفك لك المشاكل في البيت ده.
انت عندك حق، انا بعتذر لك، انا اسف. ليه نفرض يا زكريا؟ نفرض مثلا يعني انا تصرفت لك على الفلوس دي، انت فاكر ان سعادة السفير وزوجته غادي يسيبوا البيت ده بسهولة؟ حبيبي اهلا اهلا يا جو، زيك؟ صدق النهارده انت كنت جاي على بالي. اهلا بمعاليك يا مان. اتفضل. بص، بالنسبه للوالد انا طمنت عليه بطريقتي، عرفت ان هو في احسن حال واحسن صحه، بس انا عايزك تطمني على مدام حميده، اخبارها ايه؟ عامله ايه؟ الحقيقه بالنسبه للوالده يعني مش تمام خالص يا معالي السفير. وليه كده؟ ليه؟ انا عارف اني مدام حميده ست قويه شديده يعني، كل ده عشان مامون دخل السجن. طب هو مبسوط ومش زعلان من الموضوع، هي تزعل نفسها ليه؟ لا، المساله ملهاش علاقه ببابا خالص يا معالي السفير. يبقى اكيد انت عايز دفعه تانية من فلوسك. انا مقدر الظروف طبعا، قول لي اعمل لك بس شيك بكام. لا المساله مش كده خالص يا معالي السفير. امال المساله ايه يا استاذ يوسف؟ اصل الوالده رافضه مساله البيع تماما، ولما عرفت ان انا معتز عملنا مع حضرتك عقود وعد بالبيع جالها انهيار عصبي وحالتها عماله تسوء يوم عن يوم. ليه؟ ما كانتش عارفه؟ لا ده كلام برضو يا جو، ده كلام. انا طول الوقت فاهم ان هي عارفه. الست هتقول علينا ايه بقى دلوقتي؟ تصدق انت زعلتني جدا عشان حطيتني في موقف محرج جدا جدا. ما هو ده اللي انا جاي لسعادتك عشانه. طب قولي اعمل ايه وانا هنفذ فورا. الحقيقه احنا كنا عايزين نرجع في البيع وماله؟ وايه موقف شيخ معتز؟ الحقيقه انا ما اتكلمتش معاه، بس اختي زينب اتكلمت معاه، واكيد ده هيبقى رايه برضه. طيب يبقى انت تجيب لي شيخ معتز والمحامي واعتبر الموضوع ده خلص. احنا ما يرضيناش نزعل مدام حميده ابدا. بصراحه انا مش عارف اقول لسعادتك ايه. هتقول لي يا راجل احنا اهل؟ انا مش عارف ابوك بيفكر كده ازاي، هو مش شايف اللي حصل؟ وبعدين فلوس اللي بيطالبني بيها دي وهو عارف ان ابويا مال من في السجن؟ هو باباك ما عندوش فلوس؟ دي الدنيا كلها عارفه انه اخش ملياردير. يا ستي كل دي اشاعات ومحدش قدر يثبتها اصلا. وبعدين انت فاكره ان لو ابويا معاه الفلوس دي كلها هيقبل على نفسه انه يقعد دقيقه واحده بس في السجن؟ زكريا انا قلت لك 100 مره علاقتك بابويا بالبزنس ملهاش علاقه بجوازنا، دونك سيل تو بلي ما تدخلنيش في الامور دي معاك. يا ستي انا مش هاكل عليه حاجه، فلوسه هتروح له. وبعدين انا سددت له قبل كده 4 قساط وفاضل له قسطين، يعني يستنى عليا شويه. مي جو بو با لوي دير سا. يعني يرضيك يا ساره، الفلوس اللي انا حطيتها في المطعم والتجديدات اللي كلفتني اكتر من 200,000 يورو عشان قسط ولا قسطين اتاخروا كل ده يروح عليا؟ سي بيان توا كاسيني كونترا وي او نو. كنت فاكر ان المطعم هيشتغل على طول ويسدد نفسه بنفسه. وتفكيرك طلع غلط، دونك تو دوا اسومي. بابا 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 او فاتو؟ خارج شويه نادر، عندي مشوار. خدني معاك يا بابا، زهقان قوي. نادر انا عندي موعد مع ناس. بابا عشان خاطري مش هضايقك. طيب تعالى معايا. خلاص بقى يا ميدا، والله الموضوع خلص. ده سفير مش عيل صغير، والراجل اداني كلمه وانا اتفقت معاه خلاص ان احنا رجعنا في البيع. والفلوس اللي انتوا خدتوها هترجعوها منين؟ احنا ما صرفناش حاجه، هما ال 35,000 يورو اللي كنت مستلفهم من حماتي في روما يعني مديتهم لها. والعربيه اللي رحت اشتريتها يا ستي نبقى نرجعها للمعرض بالسهوله دي، هنخسر لنا فيها 50,000 جنيه مش اشكال. وجوزك يا زينب؟ انا اتخانقت معاه والله يا ماما، وكلمت البنك بتاعنا في الدوحه عشان يحول المبلغ على هنا. كده هيبقى فاضل لنا حوالي 300-400,000 جنيه، هنتصرف فيهم. هتتصرف فيهم منين؟ اوعى تقول لابوك، ابوك شايل ايده بالحكايه دي خالص. ما تقلقيش بقى يا ماما، ربنا هيفرجها ان شاء الله. يا رب. اسمع يا راضي، احنا لازم نواجه الامر الواقع. ابويا لا هينطق ولا هيقول حاطط الفلوس فين ابدا. كده يبقى مفيش قدامنا غير حل واحد. اللي هو ايه؟ ان احنا نلاقي الفلوس. ايوه، ونلاقيها ازاي دي بقى؟ ندور عليها يا اخي. ندور عليها فين؟ بتحليل لشخصية مأمون. أقصد مأمون بيه. يا عم اتكلم، هو ده وقت تحترمه فيه؟ بتحليل شخصية مأمون إيه؟ مأمون بيه راجل قديم
عمره ما يفكر بره الصندوق، عشان كده اول حاجه فكر فيها انه ياخد خزنه في بنك بعيد ويقفل على فلوسه. ماشي، بس ده هيوصلنا لايه؟ بعد ما الموضوع اتكشف والمستخبي بان، مأمون بيه فقد الثقه في كل البنوك، عشان كده في سؤالين مهمين لازم نسالهم لنفسينا قبل ما نسال مأمون بيه حاطط فلوسه فين. اللي هم ايه؟ امتى نقل الفلوس وازاي نقلها؟ وانت شايف ايه؟ امتى نقل الفلوس؟ اعتقد ان هي في الفتره اللي كانت حميده سايبه البيت، اقصد مدام حميده سايبه البيت وسافرت على فرنسا. ده كلام منطقي. ازاي نقلها بقى؟ انا اقول لك، انا مأمون بيه سافر المنصورة فوق التلاتين مرة بعد ما الفلوس ظهرت، في كل مرة كان بياخد شوية فلوس ويحطها في شنطة صغيرة كيسة سمرة من غير ما حد يحس، وشوية بشوية الفلوس اتنقلت. يا ابني اللعيبة، يا دي راضي، قصدي يا أستاذ راضي عالمي. يبقى ده ممكن يوصلنا لنتيجة لا تحتمل الخطأ. الفلوس في البيت يا يوسف. الله ينور عليك يا راضي. والله أنا من ساعة ما دخلت البيت وأنا حاسس إن الفلوس في البيت، شامم ريحته، حاسس بيه. إنما فين في البيت بقى؟ نرجع بقى لشخصية مأمون التقليدية القديمة. جدي وجدك كانوا بيشيلوا فلوسهم فين؟ تحت البلاطة. عالبركة يا معلم. لا لا، بلاطة ايه؟ ده بلاط البيت ما اتغيرش بقاله 100 سنة. وبعدين لو كان غير بلاطة واحدة بس كانت أمي عرفت وخدت بالها. لا لا، أنت ما نزلتش البدروم بتاعكم من ساعة ما جيت من السفر. ولا قبل ما سافر، طول عمره مقفول. وكان ابويا دايما يقول لنا انه مليان فيران وتعابين. يبقى خلاص، نستنى لما البيت ينام ومن غير ما حد يحس بطاريتك الجميله، عدتك الاجمل، وتنزل على البدروم. يا ابني الجنيه يا راضي، فعلا مفيش غير البدروم. كنت يا عم بالي الفكره دي ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله، واضح ان نادر في منتهى الذكاء، واضح كمان انه اكبر من سنه. ربنا يخليه لك يا زكريا. من ساعه بابا دخل السجن وانا حاسس انه تقريبا جاله اكتئاب، يعني لا عايز يتكلم مع الاولاد ولا عايز يلعب مع اي حد، فقلت يعني اجيبه معايا عشان يغير جو. ما تقلقش يا نادر، جده مأمون الحمد لله كويس، وانا زرته امبارح وصحته زي الفل ما شاء الله. بجد يا اونكل؟ ايوه يا حبيبي بجد. وانا هضحك عليك ليه؟ انا بقول لك الحقيقه. نادر عايز يزوره باي شكل، خوتني بالموضوع ده طول الطريق. هو مش هيطلع قريب يا اونكل؟ ان شاء الله يا حبيبي هيطلع، اهو المحامين شغالين وبيحاولوا يجيبوا له افراج صحي او يمكن ننقله مستشفى السجن. طب ايه رايك بقى؟ انا الزياره الجايه هاخدك معايا. ميرسي بوكو يا اونكل. ايه ده ما تهزروش بقى يا جماعه. نادر حبيبي، وحشتني قوي. حضرتك كمان يا طنط. ازيك يا زكريا؟ ازيك انت يا نيفين، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ انت عارفه بقى ان الفراغ اللي سايبه مأمون محدش يقدر في الدنيا يسده غير ممكن نشهد. لا 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 لا، محدش يقدر يسد فراغ مأمون ابدا، ربنا يخليه لكم. ايه ده ايه جو الكآبة اللي انتوا قاعدين فيه ده؟ وبعدين مالكم كاتفين الواد كده ليه ومنكدين عليه؟ بقول لك ايه، احنا نروح نلعب دلوقتي ونبسط مع بعض. ماشي، هروقك من الاخر. ماشي. ميرسي يا طنط، بس العب مع مين؟ حبيبي طنط دي اعين واحده ممكن تشوفها في حياتك. ماشي اتفضل. طب اقسم بلا، بص هعورك. اديكي شفتي اهو. لا استنى، والله العظيم لو وريتك هعورك. شو بقى، ما تعلقنيش، ما تزاولنيش. تا تا تا. ايه ده؟ طيب هتشوفي بقى تمام. يا بابا نزل قوي. ايه يا عم نادر، شايفك يعني بسم الله ما شاء الله كده مزقطط ومفرفش على الاخر. لما انت فالح بس كل ما تشوف خلقتي تقولي لي جوزك، مش كده؟ لا ما خلاص، انا ونادر بقينا اصحاب خلاص. صح؟ طبعا. وعملت له اد على الواتساب كمان. مش عارف اقول لك ايه بصراحه يا نبيل. ميرسي. ميرسي ايه؟ ايه الهبل ده؟ نسخه منك وانت صغير. بجد؟ والله قوي. ايه؟
ايوه يا ساره طبعا نادر معايا امال هيكون فين ابدا رحنا عند انكل نشأت نقعد معاه شويه حاضر حاضر يا ستي انت قلقانه ليه بقول لك معايا هيكون فين يعني سلام في ايه يا عم انت هو انا ضحكوا انت تكشر لا ارسكوا على بر بقى انا تعبت معاك كفايه العب مثلا تعالى يا ابني احطها هنا الثانية جنبها ايه ده يا حسول ده الخضار اصله خد وقت في السوى شوية خضار ايه ما المساجين كانوا خلاص وهيحلوا كمان كانوا ايه فاصوليا بيضة وجبتوها منين دي احنا مش عاملين النهاردة فاصوليا بيضة لا ما الفاصوليا دي اللي فايضة من الغدا بتاع اول امبارح يا نهار اسود لا تكون باظت يا عم مأمون وتعمل لنا مصيبه باظت ايه ما انا واكل منها وبعدين الناس دي عندهم معده تاكل الزلط يلا البطيخ جاهز يلا ايه ده يلا يا ابني يلا يا حبيبي طلع مأمون بطيخ بطيخة عنفي صدعنا بقى وقلب بدماغنا زي كل مرة أنا راجل شنوطة يا حبيب الصوت عمرك شفت زقة بطيخ من وفق ده طلع حاططها قدام عينيا وشايفك من وراها رفيعة قوي دي يا عم مأمون ابقى قطعها تخينة شوية الواد ده ديني وعينه فارغة وبطنه فيها دود ما بطيخ قدامك اهو يا عم مأمون ما اقلع يا مأمون اشيله منين؟ شايله لأم حنفي يعني ده جزاتي اللي انا بعمل لكم رصيد استراتيجي استراتيجي ايه يا عم مأمون انا بكلمك على البطيخ يا غبي يا حمار افرض دلوقتي في حاجه حاصل في البلد والتعيين ما جاش مش برضو تلاقوا حاجه تاكلوها انا مش عايز بطيخ يا عم مأمون وفرت يا اخوانا ايش البطيخ اتحط في البرميل اللي فاضل اللي هناك ده عشان هنوديه للفراخ تاكله قالوا ايش يا عم مأمون ايه قالوا ايش هو قالوا اين النية يعني ما كانت عم نية بعنينة وحاجة عم نية مرعنين قالوا ايش هو بعد على عبد عمان وقلوا نية نية نكون غير ما قلتو الله والله كنت هكلمك دلوقتي عارف اعمل ايه دلوقتي بتفرج على صور عيد ميلادي وانا عندي 7 سنين بس وانت قاعد جنبي يعني شكلك حاجه يعني زباله بصراحه لا بس اقولك على حاجه لا طب بص هبعتهم لك دلوقتي على الواتساب لا 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 ما تبعتيهاش ولا حاجه بسمو يعني الفضايح دي بعدين نادر لو شاف صوره زي دي مش هيسيبنا هيهين تريق دي نيفين انا هجيب مسيره القط اه يا حبيبي بكلم نيفين اديني اكلمك الاستاذ عايز يكلمك بقول لك ايه استر علي الله يستر عليك اتفضل يا حبيبي انا نيفين بقول لك ايه هو انتوا عندكم ديزني لاند هنا لا هو ديزني ما عندناش بس هنتصرف سيبك انت من بابا خالص انا هاجي لك بكره وهظبطك هخرجك وافسحك ماشي ماشي باي باي Thank you.
الصوت ده جاي من تحت. ده اكيد حرام. وحياه امه ما هنسيبه. استني انت يا خالتي، انت ده جاي القضاء. بسم الله الله اكبر. كلموا البوليس اللي تحت. هم ناموا ولا ايه؟ السرداب ده بيودي على فين؟ يا عبد التواب الحقونا. خير خير يا مدام. حاضر 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 يا مدام حاضر. احنا جايين اهو جايين اهو. في ايه يا عبد التواب؟ مش عارف يا باشا، ست حامله بتصرخ وتقول الحقوني الحقوني. الحقني يا عبد التواب. في ايه يا ست حميد؟ انا سامع صوت دقدقه من الصبح وعمال اكدب وداني، وبعدين سمعت اصوات. نزلنا تحت لقينا باب البدروم مكسور. في حرامي تحت. حرامي؟ ايوه. ده يوسف. وده ايه اللي نزله هنا؟ يوسف يوسف يوسف. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انت كنت بتعمل ايه في السرداب؟ انا مين؟ في حاجة تانية مجاء؟ السي فود كنا موصلين عليه زمان ومجهزوه. اهو عم سليمان وصل. تمام كده، حساب 11754. اتفضل. مين كنت يا فندم؟ ظهر في مشكلة في الكارت. مشكلة؟ مشكلة ازاي؟ العملية مش عاوزة تكمل. جرب تاني. مين كل يا فندم؟ نفس المشكلة. طب لحظة اعمل تليفون للكول سنتر. الو؟ استاذ محمد. أنا رجاء حرم نشأة عزوز. أنا كنت بعمل شوبينج والكارت فيه مشكلة مش عارفة هي إيه. حاضر أنا معاك. معاك معاك اتفضل. إيه؟ مفيش رصيد؟ إزاي؟ ما تغطاش؟ طب شكرا شكرا. مفيش مشكلة يا فندم، حضرتك ممكن تاخدي الحاجة وابعتي لنا قيمة الفاتورة مع مسلم. أكيد في مشكلة، المحاسب عمل غلطة أو حاجة. متشكرة قوي. يلا يا مسلمة. ألو أستاذ ضياء، أنا كنت في السوبر ماركت بعمل شوبينج والكارت ما اشتغلش. أفندم هتوضح لي إيه؟ إيه؟ ما سددتوش؟ ليه؟ أستاذ ضياء أنا في بينوس كافيه، تعال لي حالا جنب الماركت. باي. أنا مش فاهم حاجة. في إيه يا أستاذ ضياء؟ أنتوا مخبيين عليا إيه؟ يعني إيه أنا ما كلمش نشأت؟ في إيه؟ إحنا في أزمة مالية صعبة قوي يا مدام رجاء. أزمة مالية لدرجة إنكم ما دفعتوش الكروت؟ إحنا مش عارفين ندفع مرتبات الموظفين والعمال، وكل الكاش اللي عندنا اتسحب. لولا الحاج ابراهيم الورداني وقف معانا وقفه محترمه، كنا هنبيع حرس اربعه بتراب الفلوس بعد كل اللي صرفناه عليها. وازاي نشأت ما يقوليش حاجه زي دي؟ اكيد محبش انه يضايقكم. والحل ايه يا استاذ ضياء؟ احنا مقدمين على قرض في البنك وماشيين في الاجراءات. يعني اهو ظبط لنا الدنيا ووقفنا على رجلينا في المرحله دي. لحد ما ربنا يفرجها ان شاء الله. مدام رجاء، بعد اذن حضرتك هودي الحاجه البيت وارجع لحضرتك تاني. لا يا عم سليمان. الحاجات دي كلها هترجع، مش هتروح البيت. وانت كنت بتعمل ايه بقى تحت؟ بصراحة كنت بفتش في البدروم. بتفتش على ايه يعني؟ هكون بفتش على ايه يا زكريا؟ على الفلوس
انا مش عارف ابوك متويها فين دي. يا نهار اسود، وانت كنت عايز تسرق فلوس ابوك؟ يا عم اسرق ايه، انا كنت عايز افك ازمه بس تعبي راح على الفاضي. طب ولقيت ايه بقى تحت في البدروم؟ حاجات عجيبه يا زكريا. ابوك ده ايه؟ تعابين وفران وجرايد قديمه ومجلات وحاجات قديمه ملهاش لازمه. ده انا لقيت الكشاكيل بتاعتي لما كنت في سنه تانية ابتدائي يا راجل. تصدق بقى ان انت اللي عجيب، انا مش فاهم الموضوع ده دخل في دماغك ازاي واشمعنى البدروم يعني. شوف يا زكريا، بالتحليل النفسي لشخصيه مأمون، الراجل ده قديم عمره ما بيفكر خارج الصندوق، والنوع ده بيحط الفلوس فين؟ تحت البلاطه. وبما انه محافظ على بلاط البيت زي يعني، يبقى اكيد نزل تحت شويه، فقلت ابص في البدروم. لا يا شيخ، طب تصدق بالله بقى انت اللي طلعت مش فاهم اي حاجه، لان ابوك استحاله يخبي الفلوس دي في حته تخطر على بال اي بني ادم. استنى استنى يا زكريا، تصدق انك انت اديتني فكره جباره؟ اهي دي فايده الثيك ثينك والبرين ستورمنج اللي احنا بنعمله. الدفايه. مالها الدفايه؟ الدفايه دي كان ابوك مهتم بيها قوي زياده عن اللزوم، ودايما رايح جاي عليها، واي عيل من العيال كان بيلعب جنبها كان بيزعق له. ابوك يعني هيخبي الفلوس ازاي بقى في الدفايه يا ابني انت؟ الدفايه دي ما بتشتغلش من 50 سنه، والمدخنه اللي طالعه منها بطول البيت كله، يعني يقدر يخبي فيها البنك المركزي بحاله. اسمع، انت النهارده ما تنامش، واول ما الفجر يشقشق تقابلني على سطوح البيت، واوعى مخلوق يعرف المعدة. يا يوسف الجو ده، هو انت رئيس عصابه؟